إخوان، شهادة للتاريخ بالنسبة للأخ مناف. أنا حضرت له في بداية الثورة نقاشات وحوارات مع مسؤولين من القصر ومقربين ووزراء ومسؤولين بكل معنى الكلمة، مو مثل مسؤوليتنا احنا يعني. نقاشات وحوارات مخيفة جدا، مخيفة جدا، وكان جريء وكان مع الثورة من اليوم الأول. هاي للتاريخ. ومناف لو مطول بدمشق سوريا، مناف كان قتل بالتأكيد، بالتأكيد، لأنه كان طرحه عنيف جدا، وكان ضد العمل العسكري بشكل كبير جدا وضد العنف، وكان يخوض حوارات ونقاشات مع مقربين ومع زلمولة بشار الأسد. فصارت العين حمراء عليه كثير كثير كثير. لو بقيان بالتأكيد قتل، بالتأكيد. فهذا مناف يعني. فالله يوفق يا سيدي، احنا يجي مناف يجي غير مناف، المهم احنا نخلص، المهم نخلص. بس احنا نقول مناف، ليش نقول مناف؟ مناف مقبول دوليا، اسم مقبول دوليا، اسم معروف، مع احترامي لكل ضباطنا الاخرين، يجوز في منهم اقدر، في منهم اقدم، في الويه، في كذا، اوكي. بس في بهالظرف هذا انا اشوف وجهه نظري، يجوز خطا يجوز صح، اشوف مناف انسب واحد ممكن يعني يطمئنوا له الروس، يطمئنوا الغرب، الاوروبيين، الفرنسيين، الامريكان، يعني يخدم الثوره بهاي المرحله. فليش احنا يعني نضيع هاي الفرصه مثلا اذا كانت متاحه حقيقه يعني؟ ماني شايف في مبرر اطلاقا. احنا بس نخلص من بشار، اي سوري يركب ما في مشكله عندنا، ما في مشكله. بس احنا اللي شايفينه الان انه مناف مناسب ويخدم الثوره اكثر من غيره، مو لانه هو يجوز افضل من غيره، يجوز في افضل منه بكثير بهالثوره، بس هو بهاي المرحله يخدمنا اكثر. وجه مقبول، وجه معروف، يجوز الموالات، وضباط الجيش بيعرفوه شخصيا، رجل مو طائفي، رجل يعني معتدل متوازن بطرحه، ضد العنف وضد الدموية. فوجوده يعني طرح اسمه بهاي الفترة، أنا أشوفه برأيي المتواضع أنه ممكن يكون اسم مقبول عند الخارج يعني. وإحنا يا أخوان صارت يعني القرار ما عاد بإيدنا خالص، ما عاد بإيدنا خالص، صار قرار دولي يعني. مناف مقبول عربيا يا أخي، دول الخليج كلها تعرفه، السعودية تعرفه وتثق فيه، الأوروبيين يعرفونه مظبوط، الأمريكان أيضا يثقون فيه، الروس ممكن يقبلونه. فإحنا أمامنا فرصة يعني، هذا الرجل الآن مقبول، مو لأنه الأفضل، بس لأنه يخدمنا هلأ بهالمرحلة أخي. ووجه مقبول، ليش ما نقبل؟ ليش ما نسوقه إحنا؟ ليش ما ندعمه؟ عسى وعلا يصير لنا فرج. شكراً.